مرحبا مرة تانية مشاهدينا. بعد ما كنا حضرنا معكم الصفوف ورجعنا خبزناهم بالفرن، فهلا استوى الصفوف مثل ما شايفين وقطعناهم، واكيد بتقطعون بعد ما يبردوا لانهم سخنين بيفرطوا. وكنا حطينا بالصفوف 2 4 كوب سميد، 2 طحين ابيض، 2 سكر، البيكنج باودر معلقه كبيره، فانيلا وعقده صفراء، و3/4 كوب زيت. خبزناهم لمده تقريبا نص ساعه على نار هاديه. اول شيء بيكون الفرن حامي، بس نفوت الصينيه بنوطي النار حتى تستوي على مهله ويستوي قلبها. فحبيت انا حد لصفوف نعطيكم شيء كمان مفيد ومسقع وطيب، هو الليموناده الطازه من الحامض الطازه. والافضل شيء انه بس بدنا نشرب الليموناده نعصرها ونضيفها دغري، لانه بتحافظ على الفيتامين سي اكثر وقت نعصر الحامض الطازه. هي لمده نص ساعه بس الفيتامين سي تنحفظ بعد ما نقص الحامضه. فاحلى شيء انه نعصر الحامض ونضيف ضيوفنا اولادنا بعد الظهر او سناك او اي وقت بتحبوا تشربوا الليموناده. فمنعوز هون للليموناده 3 حبات حامض بقشرهم، بدي بريقان مي مع ثلج مكسر. طريقة التحضير هو مش بس رح اعصر الحامض واخد المي تبعولها، رح استفيد انا من قشرة الحامض اللي بدها تعطيني النكهة الطيبة للليموناده تبعيتي. بنقصهم هيك، اكيد بنغسلهم بنصوبنهم منيح للقشر. الحامض من برا يعني بيكون مغسل اكيد. فمثل ما شفنا اذا كان الحامض بموسم الحامض ما تستعملوا عصير خالص، استعملوا الحامض الطازه. رح احطهم انا بجات والافضل نلبس كفوف، لانه اول شيء يا بينأذوا ضفيرنا يا الحامض، يعني بفوت ميه الحامض بين ضفيرنا ما بنحب، يعني لازم نلبس كفوف. انا رح اعصر بايدي حتى تطلع نكهه القشر معنا. تاكدوا انه كل المي من الحامض انعصر. رح حطهم بمصفاية حتى إذا في من بذر أو قشر ما ينزل. هلا بكفي عصرهم بهالطريقة لأنه بعد فيهم مي. رح ضيف هلا السكر واللي هو تقريبا 1.5 كوب سكر. بحركهم منيح. اكيد ما رح يذوب السكر 100% بالحامض. بس قدر الامكان. كسرت الثلج مع مي انا لانه الليمونات طيبه مسقعه، مش طيبه تكون مي سخنه. بدي احرك. رح احط البريق الثاني. يعني 3 حمضات تقريبا بيعملوا بريقان مع 1.5 كوباية سكر، يعني اطيب واصح من اي عصير مشتريه من السوق طبعا. هلا فينا نرد الخليط على البريق او فينا نضيفه بالكفكير مثل ما بنحب، ونحط نضيفه مع الصفوف اللي حضرناه سوا الصحي. يعني شراب يبورد فصل الصيف، فصل الشتاء بيعطينا المناعة من النزلات الصدرية أو البرد والرشح، لأنه غني بفيتامين سي. شراب لذيذ ببورد وصحي مليء بالفيتامين سي، واشربوها دغري بعد ما تسكبوها لانه ما بتعود تفقد الفيتامين سي. فهي وصفتنا اليوم انتهت، هي الليمونادا بالعصير الليمون الطازة أو الحامض والصفوف. فأرجو أنه تكونوا استمتعتوا بحلقتنا، وخليكم على طول معنا لنعطيكم وصفات جديدة وكمان طيبة ومفيدة. إلى اللقاء.